السلام عليكم. لاحظ معي هذا المثال: الأطفال the kids, the kids. The kid تعني طفل، طفل واحد. The kids عندما نضيف s تعني الأطفال جمع. قد نقول أيضا the children. إذا لاحظ معي قد إما نكتب might أو may، الاثنان صحيحان. إذن قد نكتب might، وإذا لم نريد استعمال might نستطيع استعمال may. يكونون، الفعل يكون هو الفعل be. جائعين hungry. The kids might be hungry. The kids might be hungry. إذا لاحظ معي هنا استعملنا might بمعنى قد. إذا الأطفال قد يكونون جائعين، هذا احتمال لسنا متأكدين، فربما الأطفال جائعين وربما هم ليسوا جائعين. إذا نستعمل قد بمعنى might to express possibility، للتعبير عن احتمال، يعني شيء ربما يكون صحيح وربما غير صحيح. إذن might may بمعنى قد، أو نقول ربما الأطفال ربما يكونون جائعين، نفس الشيء. إذن might and may are modal verbs، هي أفعال ناقصة، أفعال ناقصة. They can be used to express possibility، يمكن أن نستعملها للتعبير عن احتمال، عن احتمال. يعني to say that something is possible، لنقول بأن الشيء ممكن، but not certain، لكنه ليس مؤكد. يعني هنا لسنا متأكدين بأن الأطفال جائعين، فربما هم جائعون وربما يكونون غير جائعين، يبقى احتمال possibility. المثال الثاني: نحن we قد، هنا كذلك سنعبر عن احتمال. إذن قد نستعمل might أو may. إذن هنا استعملنا might، فلنستعمل الآن may. إذن قد may may نبقى الفعل بقية stay في in فرنسا France. لاحظ معي قبل أن نكمل الجملة، لاحظ معي نحن قد نبقى في فرنسا. عندما نستعمل قد may أو might فإننا نتكلم عن احتمال، يعني أننا قد نبقى في فرنسا وقد نغادر فرنسا، يبقى احتمال غير مؤكد، not certain. إذن فلنكمل: أو or نذهب، الفعل ذهب هو go، إلى to إيطاليا Italy. نحن قد نبقى في فرنسا أو نذهب إلى إيطاليا. إذن استعملنا may بمعنى قد، يعني بأننا نعبر عن احتمال أننا قد نبقى في فرنسا أو ربما قد نذهب إلى إيطاليا. إذن it's possible، هذا ممكن، يعني ممكن أن نبقى في فرنسا، but not certain، لكننا لسنا متأكدين من بقائنا، فقد نغادر إلى إيطاليا.